سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم البنات غادي نصور معكم هاد البيتزا، بالضروري غادي نشاركها معكم. هاني عجنت، هاهي العجينة طالعة تبارك الله، دايرها خفيفة. ايوا نطلبو من الله التيسير. يا ربي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بارك عليكم رمضان بالصحيحة والسلامة ان شاء الله. اللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. ايوا الحمد لله. خليكم معايا البنات، هانتوما معايا. دايره لاصوص البنات، مصايبه هذه لاصوص طوماط، كنصايبها بيديا بغيتي نشاركها معكم. ها هي البنات ناجحه، ها هي تجي غزاله. كتعرفي شنو كديري فيها؟ دايره البصله، دايره شويه واحد الحكيك ديال الشامبينيون، دايره واحد الحكيك ديال الطون، دايره شويه الكروفيت وكالامار، شحرتهم في شويه البصيله وشحرتهم في بزار ومعلقه زيت البلديه ومليحه صافي. وشحره البصله وشويه الزيتون وهادشي اللي عطا الله، الفلافل باللوان ديالها. وهانتوما معايا البنات العجينه، راه كلشي كيعرف ليها، واللي بغى يعمر بشي حاجه راه هو راه حر. تبارك الله اخوات، تبارك الله راه حادقين. يلا خليكم معايا. البنات كنقرصهم ها الفخوماج تا واحد طيطو، العجينة خامرة مزيان. جديد الفرماج تيلصق، تتبع هي الفرماج شويه باش تجي معلكه. ما باقي جديد، نديرو عليها شويه الفرماج، نكونو سخينين البنات باش يجي مزيان. توم الفرماج، عندي جوج الانواع نتاع الفرماج، عندي موتزاريلا وعندي واحد النوع اخر حتى هو تيجي مزيان احسن من داك الاحمر. الاحمر شويه كيبس في الفران. نديرو لهم البنات اللي بغا الزيتون كيديرو،
فهاد الزيتون اللي بغاه. ندخلهم الفران البنات نعاودو نتلاقاو. هكا تيجيو البنات. هذه هي الثالثه، باقي لي وحده. درت ربعه هكا كبار مزيانين عامرين مسربين دغيا حسن من داكشي الصغير. حتى الصغار مزيانين، ولكن هادو دغيا دغيا كيتصايبوا. ننصحكم ان شاء الله تصايبوا بحال هادو، جربوهم ردوا عليا، ردوا عليا في الكومونتير البنات. تيجيو غزالين، خليكم معايا تنخرجهم من الفران. البنات ها هما، ها هي طابت جات غزاله تبارك الله، ها هي جات محمره. هي الاخرى كي طلعت غزاله تبارك الله، هاهي هادي الثالثه البنات طلعت فنه محمرين على حقهم وطريقهم. هذه البيتزا البنات بالصحة والراحة، نتمنى ان شاء الله تجربوها. جاو زوينين، جاو محمرين على حقهم وطريقهم. بالصحة والراحة البنات.